مين؟ محدش ما كانش مبسوط، كل جمهور النادي الاهلي كان سعيد جدا جدا بالاداء اللي بيعمله موسيماني والاداء اللي بيعمله اللاعبين سواء. ولسه كنت بتكلم مع حضراتكم قبل المباراه دي بيومين ثلاثه، كنت بقول لكم ان احنا عندنا ثلاث فرق، وبالفعل عندنا ثلاث فرق. لكن التوفيق النهارده مش حليف، او في مباراه امبارح مش حليف موسيماني ومش حليف اللاعبين، مفيش مشكله. ولكن ده الدور بتاعنا بقى، ده دورنا كاعلام وكجمهور. دورنا ايه؟ دورنا ان احنا نساند وندعم اللاعبين، نساند وندعم موسيماني. ليه؟ لان انا عندي ماتش يوم الثلاث، وبعد يوم الثلاث عندي ماتش يوم السبت، وبعد يوم السبت عندي ماتش يوم الثلاث، وهكذا وهكذا. زي ما قلت لحضراتكم على السوشيال ميديا، البعض من الناس اللي ما بتشجعش النادي الاهلي بيحاولوا يزقونا لهذه النقطه، ان انت تسخن على لعيبتك وتسخن على جهازك الفني وبالتالي تسخن على ادارتك. ولكن اللي مش حدش فاهمه ان جمهور الاهلي مختلف. جمهور الاهلي عنده دايما وعي وعقليه كبيره جدا في اللي جاي. زعلانين وهنموت على فرقتنا، وقد ايه كلنا كان قلبنا وجعنا جدا امبارح بعد الهزيمه وكل ده، لان هو ده النادي الاهلي. ولكن خلاص الموضوع بالنسبه لنا انتهى. من النهارده هنبتدي ندعم، من النهارده هنبتدي نساند. زعلانين ان هو ملعب، بما ان بيرسي تاو قدامي، زعلانين ان هو لعب بيرسي تاو، موسيماني لعب بيرسي تاو وبقاله فتره طويله ما بيلعبش، زعلانين طبعا. كان ممكن ينزل حد تاني، كان ممكن ينزل حد تاني. زعلانين ان هو طلع محمد شريف ما نزلش حسام حسن جنب محمد شريف، زعلانين. كل الحاجات دي زعلانين منها، واعتقد ان هي بتوصل لبيتسو موسيماني على فكره، كل حاجه بتوصل لبيتسو موسيماني. زعل الجمهور دايما. لو اي مدير فني واعي وكبير وماسك فريق زي النادي الاهلي بيبقى عايز يعرف الجمهور عايز ايه، او ايه اللي يزعل الجمهور، او ايه اللي مزعل الجمهور من الهزيمه امبارح. ما انت ممكن تكون اتهزمت قبل كده والناس مش زعلانه. ليه؟ لان انت بتبقى عملت اللي عليك وموتت نفسك وكل حاجه. ولكن امبارح الناس، جمهور النادي الاهلي، شايف ان في شويه دلع وشويه كان ممكن جدا الامور تتاخد افضل من كده من ناحيه موسيماني ومن ناحيه الجهاز الفني. لكن ده مش فارق معانا دلوقتي. اللي فارق معانا ان احنا عندنا اللاعبين العظام دول والمدير الفني العظيم ده يستحقوا مننا ان احنا نقف وراهم خلال الفتره اللي جايه، يستحقوا الدعم والمسانده خلال الفتره اللي جايه. هو ده اللي احنا عايزين نعمله، وهو ده اللي دايما بنسعى ليه من خلال ان احنا نشجع فريقنا النادي الاهلي. احنا ما بنشجعش افراد بالمناسبه، احنا بنشجع نادي، بنشجع كيان اسمه النادي الاهلي. هنفضل وراه مهما كان، على الحلوه والمره معاه. احلى حاجه امبارح كانت ايه؟ احلى حاجه امبارح كانت جمهور النادي الاهلي. ولو الجهات الامنيه تسمح او الجهات الصحيه تسمح، انا متاكد ان كان ممكن جدا نشوف منظر زي اللي شفناه في مباراه الوداد والزمالك امبارح. مباراه الوداد والزمالك الاستاد كله مليان على اخره، كله مليان على اخره. اما في مباراه الاهلي وامبارح سان داونز 5000 مش عارف ولا 10000 واحد اللي موجودين. انا مش عارف السعر الرسميه كانت كام. لكن انت لو سبت جمهور النادي الاهلي على حسب، طبعا دي مش حاجه ما تخصناش، لكن دي حاجه تخص النواحي الصحيه كمان اكتر من اي شيء اخر، الصحيه والامنيه. وبالتالي اذا كانت الامور جيده فهتلاقي نفسك الاستاد ده كله مليان اهلاويه. وده اللي احنا عايزينه الفتره اللي جايه، ان احنا المباريات القادمه للنادي الاهلي حياه او موت من ناحيه ان انت تاخد الثلاث نقاط، من ناحيه ان انت تاخد الثلاث نقاط.